واحدة من الحاجات الجميلة جدا في الفترة الأخيرة هو النشاط الكبير للأعمال الدرامية السودانية والحراك الموجود من عدد من الشباب اللي قدروا يقدموا أعمال تلفزيونية، أعمال درامية وأعمال أيضا سينمائية حازت على رضا وإعجاب الكثيرين، بل ونجحت في أنها هي تشارك في الكثير من المهرجانات العالمية وعلى رأسها طبعا مهرجان القاهرة السينمائي. ضيفتنا اليوم هي ضيفة مميزة بكل تأكيد يا ملاز، حنتكلم عنها شوي ولكن حيفصل عنها فيديو بعد قليل حنقدمه للسادة المشاهدين، ولكن بحاجة جميلة أن نشوف أكيد هذه الأعمال الدرامية ونشوف الفن السوداني قادر يشارك في مهرجانات كبيرة زي مهرجان القاهرة السينمائي. أكيد يعني زولة قدرت تحكي الصورة المشرفة للسودان بمظهرها، حتى لما حاولت تحكي التراث قدرت تحكي التراث بصورة راقية، تغير الصورة النمطية المعكوسة عندنا خصوصا عند المصريين، يعني الشعب القريب. يعني قدرت تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي وعندها مشاركات جميلة جدا في السودان وأعمال جميلة جدا. زولة موهوبة وطموحة مختلفة، أنا بعرفها على الصعيد الشخصي وبعرف أنه طموحها إلى أي مدى ولا يا تحدود، يعني زولة ممتازة وزولة صحيح. أكيد. طيب حنستمتع أكيد بالحوار معه ولكن بعد نتابع ونرجع من جديد. النجمة الجميلة زهرة منصور هي ضيفتنا اليوم في هذه الفقرة يا ملاذ. زهرة مرحب بك، مساء الخير عليك ومشرفانا ومنوران. أهلا وسهلا، مساء النور، أهلا محمد وملاذ، فرصة سعيدة أن أكون معاكم. نورتينا، اهلا وسهلا. بدايه نتكلم عن الفيلم طنين ومشاركته في مهرجان القاهره السينمائي، التيم المنفذ والناس شاركوك في الفيلم وباقي التفاصيل. الفيلم مشارك معي جسور ابو القاسم، احنا شركاء في البطوله زي ما نقوله. اخراج محمد فاوي وهو انتاج شركه فاوي، و التصوير كان هنا في السودان. هو 20 دقيقة قصير قصير. نعم. طيب كيف تم اختيارك للدور ده يا زهرة؟ والله اختاروني بصورة يعني تقدر تقول شخصية أو ما شخصية، بستوري، صورة في ستوري في فيسبوك. يعني كنت دارين شخصية بمواصفات معينة وانطبقت عليك المواصفات تقريبا. هي صورة مرقبة، الشخصية مرقبة والصورة كانت فيها ملامح بتاعت عيوني ظاهرة أكثر شيء. هم اختاروكش عن العيون بالضبط كده عشان عيوني. طب قصة الفيلم شنو؟ قصة الفيلم بتحكي عن أم بتحتضر وأولادها، يعني بتشوف الفيلم كله بعين الكاميرا اللي هي الأم بتشوف أولادها حوالينا وهم بيعانوا التجربة بتاعت المرض والمستشفيات وكده، يعني الأحداث زي كده. ده الجزء اللي تعرض تحسس حاليا. نعم. طيب كيف كان استعدادك للشخصية وكيف اشتغلتي عليه عشان تظهر بالشكل ده؟ والله يا أخي أنا ما تعبت شديد، يعني أنا دائما مرافقة أمي الله يديها الصحة والعافية، يعني شوية كبيرة في السن يعني أمراض الشيخوخة زي ما يقولوا، فما كان صعب علي إنه أعيش الإحساس، يعني يعني بحس كل ما مرة وبعيش كل ما مرة هي بتتعب فيه يعني. ربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طب مهرجان القاهرة السينمائي حدث كبير بالنسبة للمصريين، يعني بإبداعاتهم الكبيرة وبينهم هم متطورين جدا في مجال الدراما عموما ومجال الإنتاج السينمائي كذلك. كيف يعني الخبر لما أنت عرفت أن أنت الفيلم بتاعك هيشارك في مهرجان القاهرة وأنت حتكون ضيفة والريد كاربت والدنيا دي؟ والله بصراحة يعني مبسوطة شديد كنت، خاصة أنه دي يعني التمثيل هواية بالنسبة لي أنا كان في البداية أو بعدك يعني بعد الإجازة بعد ما جازوني في مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية كان بالنسبة لي هواية، أنا أصلا درست تصميم داخلي. فلما عرفت خبر زي ده يعني فرحة ما طبيعية، يعني شعور كده عجيب. أيوة الناس اللي كنت أنت يعني بتقعد بتشوفهم بتتفرج فيهم أنت حتكون جزء منهم يعني. فيعني شعور غريب. طيب كيف كان الاستعداد للحظة التاريخية دي؟ والله بس يعني بس أنت قدر ما أنت تسكت معناته أنت بتونس في نفسك بالقصة دي. قدر ما أنت تسكت يعني أنا همشي في الريد كاربت، يا ربي شكله حيكون كيف، يا ربي حيكون شنو. أنت بتتخيل إنه الموضوع صعب شديد، هو فعلا صعب، لكن ما بالصعوبة اللي هي في خيالك. أول ما تخط رجلك في الحتة خلاص كل الحياة أنت بتعيش الجو بعدك، يعني خلاص بالفايبس الموجودة في المكان انت خلاص بتبقى ماشي مع الموجة يعني. عندنا نتكلم عن اطلالاتك يعني.
لازم، لان انت لو في مناسبه عاديه ما بتهتمي باطلالات الناس اللي حوالينك واطلالتك، بتكوني لا ما تلبس كده لا اعمل كده، فانت كيف اخترتي هالاطلالات بتاعتك في المهرجان؟ والله يعني ممكن يكونوا ساعدوني صحباتي شويه، لكن يعني انا كنت خاطه في حساباتي انه او في اليوم الرئيسي اللي هو يوم الافتتاح ده اصلا دي في دريس كود وكده، فانت لازم تلتزم به يعني. لكن انا كنت يعني خاطه في بالي انه اليوم العرض حقنا لازم يكون الثيم سوداني خالص. فاليوم الاول ساعدوني صحباتي في الفستان وكده وشنو، لكن يعني برضو كان فيه تدخل كبير مني. اليوم الثاني كان مساعده المصممه نهى فتوته، التوب كان من تصميمها هي، والاكسسوار كان من ميرم انمور حق خالته جهاد دوم. طيب في الصور خلونا نشوفها ونتابع كيف كانت المشاركه في هذا الحدث الكبير مهرجان القاهره السينمائي والممثلين فيه، وطبعا الفيلم طنين. طيب دي قدامنا الصور يا زهره نعلق عليها. ده جسور زميلي في الفيلم، هو نحن شركاء في البطوله. جسور ابو القاسم استاذ هو مخرج وممثل، مخرج مسرحي، استاذ الهام شاهين طبعا. يعني دي من الحاجات. ده الاستاذ محمد فاوي، ده المخرج. الاستاذ امجد ابو العيله طبعا غني عن التعريف، ومحمد فاوي ومسور. كانت لحظات حلوه شديد يعني، احنا بنتونس وبنضحك يعني، حتى ما قادرين نركز مع كاميرا واحده من الكاميرات، ما عارفين ان احنا نركز مع انه دي لقاء الخميسي. دي لقيتها في اليوم في كان في الليله مخصوصه لصناع السينما. ده استاذ محمد حماده طبعا غني عن التعريف، حبيب السودانيين، هو كمان بيحب السودانيين جدا. ريهام عبد الغفور طبعا، يعني ديل نجوم الصبه. بشرى طبعا برضو حبيبه السودانيين، من بعيد بتشوفك بتقول لك يا زول. لطيفين جدا كانوا وحبوبين شديد يعني، ومتفاعلين معانا بصوره كبيره شديد. نيلي كريم معشوقة الجماهير، النجمه الجميله جدا وزوله لطيفه جدا وهاديه يعني، غير ادوار اللي تحس انها فيها جزء كبير من الاكشن يعني. صحيح، زوله لطيفه جدا جدا. اكشن ولا دراما؟ اكشن. عندها كم اعمال تحسي بان فيها. لما لقيت النجوم دل على الطبيعه، كيف كان شكل التعامل يعني، وعملتي كيف انت ذات؟ انت نجمه زيك زيهم في الحته دي طبعا اكيد. والله يعني هم ذاتهم ما بدوك يعني، ما في فرق يعني، ما بدوك فرق احساس بانه في فرق بينك وبينهم. فالتعامل كان بسيط جدا جدا وسهل يعني، غير ما انت بتشوفي انه في هاله كبيره حوالينهم كده وبتخافي وبتديك رهبه، لكن هم بيذللوا الحاجه دي يعني، بيتعاملوا معك ببساطه شديده، وانت بتسوقي فيها يعني، بتبقي حاسه بانك واحده منهم يعني، او جزء منهم، مش كنجمه يعني، يعني اولاد النيل زي ما بيقولوا كده، وكمجتمع واحد او قريب لبعض، الثقافه قريبه من بعض وكده، ما بتحسي بانه في فوارق يعني. طيب ردود الافعال كانت كيف بعد عرض الفيلم في المهرجان؟ في المهرجان، اثناء المهرجان والله يعني، اول حاجه كان في جمهور كبير شديد غير الجمهور السوداني، كان في جمهور مصري كبير جدا، وكانوا في يعني متخصصين يعني موجودين. كانت ردود افعال جميله جدا جدا، ومرحبين وحابين في التكنيكات بتاعت الفيلم. انا ما ادري احرق لكم الفيلم كله للاخر لما تشوفوه ان شاء الله. فكانت في تكنيكات في الفيلم هم كانت مدهشه بالنسبه لهم يعني، مع انهم هم شافوا الشغل السوداني وشافوا الماده السودانيه قبل كده، في ناس سبقونا طبعا، لكن بالنسبة لهم التكنيكات اللي كانت في الفيلم كانت حاجة مدهشة بالنسبة لهم، حاجة جميلة يعني. صدى كان ظريف شديد يعني، بيلاقونا وبيقولوا لنا كده، حتى أيامات المهرجان العادية في ناس شافوا الفيلم في الفترة بتاعت المهرجان العادي، لما يلاقونا بيقولوا لنا أنا شفت الفيلم وكده وحلو جدا، وبعدك بيعلقوا لك بيقول لك إنه الحاجة الفلانية، الحاجة كده الإعلانية يعني، تحس بإنه متابعين ومنتبهين تماما يعني للحاجة اللي كانت حاصلة. أيوه، حسب انه مثلا مشاركتك في المهرجان دي قطعت لك شوط كبير جدا في مشوارك، استفدتي من نجوم كبار لقيتهم واكيد من نقاد وما الى ذلك، انا بحس انه انت قطعتي مراحل في حتى الملاحظات البسيطه اللي بدوك لها ممكن تكون مفيده جدا بالنسبه لك. اي طبعا، مرحله كبيره شديد. اول حاجه انت اندماجك مع العالمين دي برابر بالنسبه لك حاجه دفعه كبيره جدا جدا، انك تواصلي وانك بعد التعليقات حقتهم تستفيدي منها
والنقد حقهم حتى لو كان يعني ممكن تكون في حاجات كانت صغيره كده بالنسبه لك يعني انت اول مره تلاحظي لها او تكتشفيها. احنا ما شفنا الفيلم في السينما يعني احنا حتى ككاست ما شفناه. فمنتبهين ومركزين تحسي بروحك انت لازم تستفيدي ولازم تركزي عشان المره الجايه تكوني بقدر المستوى عشان المره الجايه التعليقات دي حتى ما تكون موجوده يعني اكيد حتستفيدي طبعا ما في شك يعني. طيب نتكلم عن المرحله الجايه في اعمال مقبله بالنسبه لزهرة منصور في ايوه ان شاء الله. طيب نبدا نتعرف عليها ما وقت لسه لا دينا اسامي لسه في المطبخ نطلع علينا بانفراد انفرادين ما في اي طريقه تسبقي صاحبي لسه شويه كله في المطبخ ان شاء الله حتشوفوا قريب ان شاء الله. اعمال ثانيه غير طنين وغير الاعمال الجايه اعمال كده معلمه معاكي وكان عندها يعني دور في مشوارك الدرامي؟ بدايتي طبعا الفيلم الاول اوفلاين اخراج افراح سعد الفيلم ده كان اول حاجه بالنسبه لي انا واجهت بها كاميرا السينما يعني. ف معلم سعد معناته والي لو دخلي بالثوره؟ لا 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 الكلام ده 2012 قبل الثوره آه. ده اول فيلم لي قصته شنو؟ اتعرض في تلفزيون السودان هو بيتكلم عن السوشيال ميديا وعلاقتها بالتفكك الاسري في الفتره دي كان وكده يعني تركيز الناس معاها والبعد من العلاقات الاسريه والاجتماعيه وكده هو كان اتعرض في تلفزيون السودان فبرضو يعني المسلسل بتاع وتر حساس كان بالنسبه لي نقله كبيره يعني من الدور الصغير لساعات اطول لمواجهه للكاميرا بتاعت التلفزيون الدراما بشكل عام يعني بعد ذاك نقلت لقصتين وانا الاقي نجوم سودانيين كبار بدل الفيلم القصير يعني يعني ممكن كان معي استاذ زهير بس هو الوحيد المعروف زهير حسن احمد لكن اللي كانوا معي تانين برضو كانوا أول تجربة لهم يعني كانوا معي أطفال أو يعني مراهقين يعني وتر حساس وتر حساس هو اللي كان فيه نقلة يعني لكن أساتذة كبار أستاذ موسى الأمير أستاذ ناهد حسن يعني حتى يعني مقابلتي للأستاذ طه سليمان أستاذ عود شيك سبير طبعا إسراء سليمان زميلة أيوة إسراء سليمان وفي حقيقة أنا إسراء سليمان ما احتكيت بها أيامات التصوير وكده كانت تصويرنا أيامات مختلفة لكن الأستاذ موسى الأمير أستاذ ناهد حسن كان أول مرة ألاقيهم الأستاذ ناهد كنت لقيتها في حاجة تانية في فيلم تاني لكن برضو يعني احتكاكي بها ما كان كبير كده يعني زي المسلسل ده كان نقلة كبيرة لكل الناس شاركوا فيه يعني لأنه قصته كانت مختلفة ومتشبه مضمونة مختلف تماما عود شكسبير عمل كبير جدا عظيم جدا أكيد. جدا يعني لدرجة أنه ممكن يوقفك في أنه تقدر تختاري بعديه وتعملي شنو يعني أكيد. المسج كانت كبيرة شديد والقضية كبيرة أيوة القضية كبيرة وبعد ذلك تدخلك في حسابات أنه أنت بعديه حتقدم شنو طبعا نعم طيب اشتغلت دراما تلفزيونية اشتغلت سينما اشتغلت مسرح واشتغلت برضو كليبات لا ما اشتغلت مسرح نعم ما اشتغلت مسرح خالص لكن اشتغلت كليبات واشتغلت اعلانات لكن ما اشتغلت مسرح طيب تجربة الكليبات تكلم عنها شوية انا عملت 2 تقريبا فيديو كليبين عملت واحد مع استاذ ابراهيم الامير لكن كانت حصلت ظروف كده فما اتعرض فيها وعملت فيديو كليب مع مجاهد عثمان برضو يعني كان فيه شيء من الدراما كده لا هو كان دراما وكان تمثيل شديد دراما كان أيوة. بالضبط في ناس كتير جدا يعرفوا زهرة منصور من طبعا انت زهرة هو المعروف ده اكثر من زهرة ايوه في ناس يعرفوك عن طريق الكليب ايوه صح في ناس ما كانوا شافوني كثير في المسلسل او كده المسلسل اصلا المسلسلات بتعرض في الفتره بتاعت رمضان بتكون نسبه المشاهده صعبه شويه يطلع بعد ذاك الناس ترحل السوشيال ميديا وكده فبعد ذاك المشاهده بتبقى اكبر لكن هاي في ناس عرفوني في الفيديو في ناس بتخيلوا انه تجربه الفيديو كليب المفروض تكون في بدايات الفنانه وبعد ذاك تنتقل للدراما انت ما عندك مشكله في انه انت بديتي دراما ودراما قويه وبعد ذاك مشيتي للكليب والله انا بالنسبه لي اي مرحله انت ممكن تقدمي فيها اي ماده انت ممكن تقدري تقدمي فيها حاجه ما محتاجه الا مراحل ولا تنقلات المهم المسج اللي انت بتقدميها الطريقه اللي بتقدمي بها بنفسك في الحاجه وكده دي اهم من المرحله حقت انه انا انتقل من هنا او ارجع لورا او كده ما في حاجه بترجعك لورا طالما انت بتقدمي في حاجه كويسه انت ما راجعه لورا طيب الحراك الموجود الان الدراما السودانيه اللي بقت الان المشاهد السوداني بيقعد لها وبيحضرها وبيتفرج عليها وبيتابعها وبيسال منها سواء كان في القنوات سواء كان
في اليوتيوب. الحاجة دي انتوا كممثلين يعني كيف نقدر نحاول نستغلها، خاصة انه في قضايا كثيرة في المجتمع السوداني المفروض نبدأ نحاول نعالجها بالدراما، لانه الدراما قادرة انها تعمل تغييرات كبيرة جدا في اي مجتمع. هو اصلا الدراما على كل المشاكل المجتمعية يعني. فانا عن نفسي جاهزة لاي علاج اي معالجة، وحتشوفوا قريب ان شاء الله الجديد باذن الله. لازم نعالج حاجات كثيرة يعني بالدراما بنحل مشاكل كثيرة، وبالسينما بنحل مشاكل أكبر منها. فنحن جاهزين ومستعدين مستنيين السيناريوهات والحياة الثانية إن شاء الله، نحن جاهزين. رغم الكلام الجميل اللي قاله محمد قبل شوية، لكن لسه يعني الإنتاج الدرامي شوية ضعيف، حتى المسلسلات الناجحة شديد وعندها رواج بتلقى إنه فيها قصور وفيها مناطق ضعف، يعني كده فيها مناطق ضعف يعني أي زول بيكون ملاحظ ليها وعارف، أنتم كممثلين عارفين والمشاهد كذلك عارف إنه في حاجات بسيطة كان ممكن العمل يكون أفضل. فمشاكل الإنتاج الدرامي تحديدا ومشاكل المشاكل الصغيرة اللي بتعوق الإنتاج الدرامي كيف نقدر نتخلص منها في الفترة الجاية وكندا إنتاج أكبر؟ والله شوف يعني احنا حاسه حاليا ما عندنا مدرسه بتاع السينما اصلا، يعني الحاجات كلها الحاجات الحاصله دي كلها اجتهادات يعني. عشان كده نحن كل ما مره كل ما بنعمل حاجه نحن يعني بنطور في نفسنا يعني. نحن ما وصلنا المرحله بتاعه الكمال زي ما بيقولوا او كده يعني، نحن كلنا بنتمرن يعني لسه. اذا كان نحن الهواه مثلا اول ناس الدارسين او كده، فكلنا بنطور في بعض بالاعمال يعني وبنتعلم منها. ف كل ما نشوف حاجة يعني بالمشاهدات وبالحاجات كده وبالتطوير الذاتي بتتغير الحاجة يعني لحد ما نصل لمرحلة يكون في إنتاج درامي حقيقي ضخم مصروف عليه وأفلام طويلة مسلسلات عليه مصروف عليه، ودي الحاجة اللي نعم. احنا بنتمناها يعني إنه الناس تدعم الإنتاج عموما بصورة عامة يعني بقوة يعني بنتمنى الحاجة دي ونجاح التجارب الزي دي، ونصل انه يكون عندنا افلام سودانيه وممثلين سودانيين في الريد كاربت بتاع مهرجان القاهره السينمائي ومهرجانات كبيره دوليه. المفروض يحفز الناس انه دي فرصه انه نحاول نصل بالدراما السودانيه ونجود الدراما السودانيه عشان نصل لمراحل ابعد من كده. والله مفروض ان احنا حسي عندنا النجم ماهر ده كان اخذ جائزه افضل ممثل في المهرجان بتاع القاهره، كان سوداني. الفيلم هو سوداني يتصور في السودان والممثلين سودانيين بس الاخراج لبناني يعني المخرج لبناني، لكن هو ابهر المشاهدين كلهم، ابهر المهرجان لدرجه انه اخذ الجائزه بتاعت افضل ممثل. فنحن عندنا خامات، عندنا ممثلين، عندنا قدرات ومواهب، عندنا المواهب وعندنا الممثلين والقدرات، لكن ما عندنا الدور سينما احنا نشوف فيها الانتاج ده. عندنا فيلم اتعرض في مهرجان القاهره وشافوه، احنا لحد هسه ما شفناه للاسف للاسف الشديد. ف اشتغلوا لنا انتم الواجهه، اشتغلوا لنا على الكلام ده، احنا جاهزين، الانتاج جاهز. ما هو ده شغالين يا زهره. ما قصرتوا والله ما قصرتوا ابدا. جميل شديد. طيب ما دايره زهرة تورينا الجديد، لكن حاولنا احنا نستشف كده الجديد، لكن بنوعد الساده المشاهدين انه جديد زهرة وكل الشباب الممثلين اللي قاعد يقدموا مستويات كبيره جدا هيكون دائما على قناه البلد. زهرة منصور شرفتينا ونورتينا كثير، سعدنا جدا بنجاحك وسعدنا بانه شخصيا سعيد اني لقيتك بعد الفتره الطويله دي. دائما موفقه ان شاء الله ودائما في العلال، ونشوف دراما سودانيه وسينما سودانيه في اعلى المستويات. شكرا لك. الله يخليك. شكرا محمد، شكرا قناه الهلال، شكرا ملاز، شكرا الهلال. أنا لسه مع الهلال. قناة البلد أنا آسفة جدا يا ناس، قناة البلد أنا آسفة جدا. شكرا لكم شديد. شكرا وسهلا.